فضيلة الشيخ، هل تصلى سنة الضحى في السفر؟ اي نعم، سنة الضحى تصلى حتى في السفر، وقد ذكر كثير من العلماء ان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في بيت ام هانئ 8 ركعات ضحى، قال ان هذه سنة الضحى. وقال بعض أهل العلم إن هذه سنة الفتح. وعلى كل حال فسأعطيك قاعدة ينفعك الله بها إن شاء الله: لا يسقط عن المسافر من النوافل إلا 3: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على أصله. فالنوافل المطلقة للإنسان المسافر أن يتنفل بما شاء، وصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وصلاة الاستخارة ودخول تحية المسجد كلها باقية على أصلها، فأنت تستثني 3 والباقي على أصلها. الثلاث هي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. نعم.